أهلا إذن وسهلا. بحسب بيان صدر عن الخلية الإعلامية الأمنية، خلية الإعلام الأمنية، وذكرت بأن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف جديد بصاروخين كاتيوشا، واحد تم إسقاطه والآخر سقط في ساحة الاحتفالات. هل يمكن القول بأن أيضا الجهة التي افتعلت ذلك مجهولة أيضا مرة أخرى؟ وكيف يمكن قراءة ما يجري الآن في العاصمة بغداد؟ لا يا سيدي، ليست مجهولة. هذه الميليشيات تعمل على الأرض العراقية بحرب بالوكالة لصالح إيران. وأمريكا غير متضررة من هذا الفعل، وإنما فقط يريد أن يدخل التاريخ على أنهم مقاوموا، وما هم إلا ميليشيات قتلوا الشعب العراقي. الشعب العراقي ابتدى بتنظيمين كبيرين، الميليشيات وداعش. هؤلاء أعداء الشعب العراقي، عدوهم الأول هو الشعب العراقي، لم يقاتلوا عدوا خارجي أبدا. وبالتالي هذه هي حرب استنزاف على العراق لصالح إيران. حرب بالوكالة. طيب، حرب الوكالة لصالح إيران، لكن توقيت هذا الاستهداف سيد السبعاوي هل له دلالات؟ طبعا عدة دلالات له. أولا، الملف النووي الإيراني لم يحسم، في هناك مفاوضات، هناك ضغط في اليمن، هناك حكومة عراقية لحد الآن الأسبوع القادم ممكن أن تصادق الانتخابات، وحلفاء إيران قد خسروا في الانتخابات. مجموعة عوامل أدت إلى استهداف هذه المنطقة. هم لم يستهدف السفارة، يعني كم مرة استهدف السفارة، ولم يعني يجرح واحد أمريكي، فقط القتلى عراقيين، الضحايا عراقيين والجرحى عراقيين، وخسارة مادية عراقية. لكن هؤلاء المرتزقة يريدون أن يغير الواقع ويغير التاريخ على أنهم فصائل مقاومة. يعجب بعض القنوات تسميهم فصائل مقاومة. من أين جاءت هذه المقاومة؟ هم جاءوا مع الأمريكان، قبلوا أحداث الأمريكان لاحتلال البلاد. أمريكا نفسها دربتهم وقاتلوا تحت طيران الأمريكي، كانوا قوة إسناد بالقوات الأمريكية عندما دخلوا العراق 2003. هل يعقل أن نحن نستسلم لهذه الحقائق على الأرض ومن ثم نتماشى مع ما يقوله الإعلام الطائفي؟ هذا غير ممكن. أيضا سياق هذا الاستهداف سيد السبعاوي في حديث عن قبل أسبوعين من قرار سحب أمريكا قواتها من العراق، هل أيضا هذا مربوط وله يعني دلالات أيضا في ما يجري الآن من حديث عن انسحاب القوات الأمريكية في العراق، وهي رسالة لأمريكا بأن تستعجل في الرحيل؟ لا يا سيدي، القوات الأمريكية موجودة في الدولة العراقية بناء على طلب الدولة العراقية الذي هم جزء منها، وهم من أقروا هذا الشيء. القوات الأمريكية موجودة رغم أنف الجميع، لأنها هي لا تنظر إلى هؤلاء، لا الحكومة ولا هؤلاء الميليشيات، على أن هم من يقرروا مصير هذه القوات. تغيير مهمة القوات لا يعني انسحابها ولا يعني شيء. اليوم القوات الأمريكية لا داعي لأن تكون قوة قتالية على الأرض، لا يوجد تهديد، داعش سحقت ولا يوجد خطر آخر، فقط هذه الميليشيات تفرح وتمرح وهي لم تضر القوات الأمريكية بشيء. بالمناسبة أن القوات الأمريكية لا يخرجها إلا اثنين، أولا مشروع وطني يتوافق عليه العراقيين جميعا وهذا مستبعد، والثاني هو من قاوم الأمريكان عندما كانوا في 2003 عندما كان عددهم 177 ألف مقاتل وأجبرهم على الانسحاب ب 2011 ليتحولوا إلى 5000 مقاتل. هؤلاء الذين ممكن أن يخرجوا الأمريكان، وأمريكا تدرك هذه الحقيقة، لكن هذه اللعبة للحرب الكلامية والإعلامية والاستهلاك المحلي ستطول، يعني كلاهما نفسهم طويل. الشعب العراقي هو الذي يستنزف، لكن لم تمرر هذه أبسط مواطن عراقي يدرك أن هؤلاء ليسوا مقاومة ولا يرغبون في إخراج القوات الأمريكية من الأرض. وسط هذا الاستهداف وفي ضوء هذا الاستهداف للسفارة الأمريكية، أيضا كان هناك إعلان العراق بأن القوات التحالف قد أنهت المهام القتالية لها، وبأن الحفاظ على القوات المتبقية هو فقط يعني حاضر للتدريب وأيضا تقديم المشورة للقوات العراقية. ماذا عن هذا الجانب، بأن تبقى قوات هي فقط للمشورة والاستشارة العسكرية وتذهب القوات القتالية؟ هنا نتحدث عن التحالف الدولي هنا. نعم سيدي، كل دولة محتلة لابد أن تقنن الاحتلال بعد فترة زمنية فترة من الزمن، تقنن بمعاهدة سياسية أمنية. اليوم القوات الأمريكية موجودة، لابد أن تقنن من خلال الحكومة العراقية اللي موجودة حتى تأخذ شرعيتها. قضية التدريب اليوم، ما هو الحاجة أن تكون قوات الأمريكية قوات مقاتلة على الأرض؟ ما محتاجيها، لا يوجد تهديد.
فانتقلت الى القواعد. هناك ثلاثه قواعد رئيسيه مهمه، اربع قواعد رئيسيه: قاعده عين الاسد، قاعده الحرير، القاعده الثالثه اللي موجوده في التاجي، واضافه للسفاره يسموها قاعده التوحيد. هذه القواعد مهمه جدا. الامريكان لم ينسحبوا منهم من العراق، وهي العراق بالمناسبه ضمن النفوذ الامريكي البريطاني. اليوم الدول العربيه هي ضمن نفوذ دولها المحتله سابقا مثل الخليج. اليوم لماذا فرنسا تتدخل بسوريا؟ لأنها ضمن نفوذها. لماذا تتدخل في لبنان؟ لأنه ضمن نفوذها، وفي أفريقيا كذلك. بالنسبة للأمريكان أيضا منطقة الخليج والعراق هي ضمن نفوذها.